ما شاء الله. انت اللي جابك هنا؟ ايه، كنت مفكرة اني ما هطلعش من السجن اللي رميتيني فيه؟ تبقى غلطانة. وانت خلاص رميت روحك في حضن الشيطان. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ناديه؟ طمنت لها وسايب لها روحك. معلش انت اصلك معذور، ما تعرفش. ما اعرفش ايه؟ ريم هي اللي قتلت ابوك، هي دي الحقيقه. مش معنى ناديه ان في مشكله بينك وبين ريم تقومي تيجي لحد هنا وتقولي كلمتين ما لهمش لازمه زي دول. ومش لوحده، اظن هتقولي مروان كان معاها. حسن؟ لا حسن ولا مروان ليهم يد في قتل مهدي. امال مين؟ انا اللي كنت معاها، انا وريم قتلنا ابوك. ماشي ماشي. تمام كده. ايه ده؟ لا انا زعلان منك جدا. فين بدري؟ انت غلطتي بس انا عذرك. الله، ده انت زعلان عليه بجد بقى؟ ده على اساس يعني ان انت قاعده هنا غصب عنك؟ بص بقى، انت لو خرجت من هنا انا مش مسؤول عن اللي هيحصل لك. اصل اليومين دول بيحصل حوادث كتير قوي ومحدش عارف مين اللي بيعملها. طب اسمع بقى عشان انا هجيب معاك ناحيه. انا لما قابلتك قلت امسك العصايه من النص، عشان انا كان في حاجه طابقه على قلبي من ناحيه عيله عبد الحكيم، فقلت يمكن انت تبقى سكه وطريق جديد ليا. وصحيح يعني انت مش غلطان، لان انا اللي وربت الباب، بس انا كمان اللي هقفله دلوقتي. طيب صحيح، يا ريت تبقي تبلغيني بالعزا بتاع بدري امتى وفين، عشان برضو انا لازم اقوم بالواجب. بتلوموني ليه؟ طه لو شفتم عيني، حلوين قد ايه؟ هتقولوا انشغالي ويسود الليالي مش كتير عليه. ليه بتلوموني ليه؟ يا اسير الحبايب يا قلبي يا نايم يا اسير الحب. لو قلت لك ان انا مستغربه هتتضايق؟ ابدا والله. عارفه يا زينب، انا كنت بفكر في حاجه عاجله جدا ومجنونه في نفس الوقت. ايه التناقض ده بقى؟ تخيلت ان الزمن رجع بيا وافتكرت اول مكالمه تليفون بيني وبينك. فاكراها يا زينب؟ أيوة يا مروان طبعاً فاكرها. يا أبوي، عارفة المكالمة دي قلبت حياتي وغيرت فيها حاجات كتيرة قوي. معقولة لسه في رجالة زيك كده؟ يعني إيه مش فاهم؟ يعني مشاعرهم مش في إيديهم. عارفة يا زينب، أنا مشاعري طول عمري في يدي وقافل عليها، لكن أول ما شفتك مشاعري كلها بقت في يدك. طب أنت عاوز الحق؟ أكيد طبعًا. أنا جيت هنا وأنا خايفة، وكنت حاسة إن الخوف ده مش هيروح ولا هحس بالأمان وأنا لوحدي. فاكر يا مروان لما قلت لك ما تسيبنيش لوحدي؟
أنا كنت بقولها لابن عمي وما فكرتش لحظة وأنا بقولها، أنا كنت صادقة فيها، كنت عارفة متأكدة إن أنت مش هتسيبني وهتوقف في ظهري، مش عشان أم ابنك. أمال عشان إيه يا زينب؟ عشان كلمة واحدة بس، لو أنت فهمتها وحسيت بمعناها هتعرف أنا ليه كنت ببعد وما كنتش عاوزة أقرب إلا لما تاخد قرارك. كلمة إيه؟ أنا بحبك يا مروان. يا أبوي زينب. بس يا مروان بس. استني يا زينب استني، لسه في كلام كتير بينا. نادية مروان. إيه يا حبيبتي؟ مروان مالك؟ مروان نادية. يا مصيبتي بدري. مالك يا بدري؟ فيك ايه؟ ايه اللي جرى ده؟ الرجاله اتعصبوا كانوا عايزين يموتوني. يا لهوي، بس انا هربت منهم. طب انا هكلم دكتور، هكلم لا دكتور حالي. لا 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 دكتور، لا ما ينفع. ما تخافش، انا اعرف دكتور كويس ومش هيتكلم في اي حاجه. خايف عليا يا نحيمه. يوه ده وقته ده، هكلم دكتور الاول. مش هسيبك يا عصام. استنيني انا حاجه معاكي. عن اذنك. مش هينفع يا جبريل. ليه؟ انا كمان عايز اشوف زينب. يا حبيبتي الحكايه مش حكايه زينب، حكايه ناديه. اه لا خلاص، انا اعتبرتها ماتت من زمان. انتي؟ هو انتي بتعرفي تنسي يا وليه؟ انتي ما تنسيش ابدا. خبريها كريمه، مش اتفقنا خلاص؟ يا ستي اتفقنا، بس سيبيني امشي المره دي. لا حدش يمشي كلامه عليا. واصل يا رب عدمك ما بمشي كلامي عليكي، بس يعني انا واصل الشر. انتي ما بتطيقيش ناديه، وناديه ما بتطيقكيش، وما تنسيش يا جبريه ان انتي ضرتها. وبعدين يا حبيبتي مش احنا اتفقنا نهدي الامور عشان الدنيا تمشي حلوه زيك كده يا حلوه؟ لا انتي ما عايزاش تاخديني معاك عشان خايفه على ناديه، وانا كمان ما صدقش اي حاجه هتقوليها الا لما اشوفك بعيني هتقولي ايه وهتعملي ايه. هريحك يا ستي، اي حاجه هتحصل هحكيها لك بالتفصيل الممل. سيبيني امشي بقى يا جبريه. ان شاء الله تقعي.